خلينا زي ما عودنا الساده المشاهدين دايما قبل كل مباراه بنروح لارض الملعب عشان ننقل لكم الاجواء. بالمناسبه المباراه النهارده هتتلعب من صاله برج العرب في الاسكندريه، والحقيقه كان دايما بتلعب قبل النهائي السوبر في هذه الصاله. ومراسلتنا العزيزه سالة حامد، مساء الخير عليك يا سالة، اليك الكلمه. تحياتي ليك طبعا يا كابتن هيثم، وبالتاكيد ضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو الكابتن محمد السلاعي والكابتن نبيل بخيت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا يا كابتن هيثم، حاليا احنا متواجدين طبعا كلنا يعني فريق عمل قناه النادي الاهلي من داخل ملعب المباراه اليوم صاله الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. هنكون مع حضراتكم ننقل لكم كل الاجواء هنا والاخبار، وطبعا استعدادات الفريقين سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك في مواجهه اليوم، وطبعا اول مباراه في السلسله ذا بيست اوف في دور النصف النهائي او السيمي فاينل من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. سريعا طبعا خليني يا كابتن هيثم انا اللي حضرتك الاجواء هنا، وابتدي طبعا بفريق النادي الاهلي تحت قياده مستر اوغستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ولكن قبل ما اتكلم عن استعدادات الفريق يا كابتن هيثم، خليني اقول لك ان بعد مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، طبعا المباراه اللي طبعا كلنا شفناها واللي انتهت بفوز نادي الاتحاد السكندري ببطوله كاس مصر، يمكن خليني اقول لك ان مستر اوغستي بوش وجميع اللاعبين وطبعا كابتن الفريق كابتن نسيف سمير يمكن جمع جميع اللاعبين بعد مباراة الاتحاد السكندري، يمكن كلهم اتكلموا مع بعض على غلق ملف او صفحة بطولة كأس مصر والتركيز فيما هو قادم. يمكن طبعا التركيز اكتر في مباراة اليوم وحسم كمان يعني جميع المباريات في السلسلة بيست اوف 5 والتأهل لدور النهائي. يمكن كمان انا كنت متواجدة هنا من بدري يا كابتن هيثم، واللعيبة كانوا متواجدين هنا من بدري قبل المباراة بساعتين، يمكن يعني من خلال الاحاديث يعني حديث مع الحديث مع جميع اللاعبين او بعض اللاعبين، يمكن شايفه يا كابتن هيثم انه في تركيز شديد جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، حاطين طبعا في دماغهم ان هم يفوزوا في مباراه اليوم والمباراه القادمه واللي بعديها طبعا حسم الدور ده من اول ثلاث مباريات. يمكن يعني الفريق ده هو اللي يعني فرحنا الموسم اللي فات، موسم استثنائي حققه، حابين ان هم يفرحوا طبعا جماهير النادي الاهلي في هذا الموسم بعدم إضاعة أي بطولة والفوز بجميع البطولات الباقية للنادي الأهلي. طبعا بنتكلم على بطولة البال والنهائيات في رواندا، وبالتأكيد يعني بطولة الدوري السوبر لكرة السلة. يمكن خليني أقول لحضرتك طبعا زي ما أنت سامع بالتأكيد جماهير النادي الأهلي بدأت يعني تشجع وتدعم جميع اللاعبين. يمكن متواجد يا كابتن هيثم هنا عدد من جماهير النادي الأهلي، ويمكن بيزدادوا كل شوية مع اقتراب موعد المباراة. يمكن بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، يمكن لسه لحد دلوقتي ما حضرش يعني فرد من افراد جماهير نادي الزمالك، ولكن جماهير النادي الاهلي متواجدين هنا لمسانده ودعم لعيبه النادي الاهلي. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي، يمكن مستر اوغستي بوش وجميع اللاعبين يمكن اتحركوا امبارح من النادي الاهلي للاسكندريه للدخول في معسكر مغلق، وكمان الفريق اتمرن اول تمرين ليه امبارح هنا على نفس الصاله. النهارده كمان كان في محاضره فيديو او فيديو ميتنج ما بين الجهاز الفني وجميع اللاعبين للحديث عن اهميه المباراه اليوم، نقاط الضعف والقوه على النادي الزمالك طبعا، وعدم تكرار الاخطاء اللي وقعوا فيها في مباراه الاتحاد السكندري. جميع اللاعبين يا كابتن هيثم هيكونوا متواجدين في القائمه بشكل طبيعي جدا بدون اصابات الحمد لله. جميع اللاعبين هيكونوا متواجدين طبعا ما عدا الثلاث اصابات اللي احنا يعني عارفينهم طبعا من اول او من بدايه الموسم، مؤمن طارق خيري ويوسف المعداوي وعمرو زهران. وبالمناسبه طبعا عمرو زهران متواجد هنا يا كابتن هيثم في المدرجات لمسانده ودعم فريقه فريق النادي الاهلي. كمان متواجد في مقصوره النادي الاهلي مستر هنريك رودل المدير الفني لمنتخبنا الوطني منتخب مصر لكره السله، حريص ايضا كان انه يكون متواجد النهارده لمتابعه مباراه اليوم. كمان الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي لكره السله سيدات والكابتن طارق خيري طبعا المدير الفني للفريق ايضا متواجدين هنا في المدرجات يعني عشان يساندوا الفريق ويتفرجوا على المباراه، لانه اكيد برضه عندهم بكره هتبتدي سلسله ذا بيست اوف 5 في النصف النهائي من يعني بطوله الدوري بالنسبه لهم، فكانوا متواجدين النهارده وكان عندهم تمرين قبل المباراه، ولكن يعني فضلوا ان هم يفضلوا هنا عشان يتابعوا مباراه الاهلي والزمالك. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم بمناسبه يعني او على الجانب الاخر نادي الزمالك تحت قياده الكابتن وائل بدر، الفريق ايضا مستعد بشكل طبيعي جدا. النهارده برضو كان في محاضره فيديو ميتنج ما بين الكابتن وائل وجميع اللاعبين. ايضا فريق نادي الزمالك يعني السكواد
زي ما هو زي كل مباراة، بدون إصابات بدون غيابات، جميع اللاعبين 12 لاعب هيكونوا متواجدين في القائمة بشكل طبيعي، وطبعا معاهم المحترف يعني دي ماركو بالنسبة لنادي الزمالك. فيعني يا رب إن شاء الله يا كابتن هيثم النهاردة نفرح يعني بفوز نادي الأهلي على نادي الزمالك في أول مبارياته في سلسلة ذا بيست أوف 5 من دور النصف النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة. وأنا طبعا معاك يا كابتن هيثم لو في أي سؤال. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، طبعا الكلمة ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سالة حامد يعني زميلتنا العزيزة بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتوا في الخلفية خلاص الفريقين بيسخنوا.